وعليه نتوكل دائما أجمعين مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان عبر دبي ريسينج الناقلة لهذا الحدث التراثي وهذا المهرجان الكبير مهرجان أم القيوين من أرضية ميدان اللبسة ميدان الشعب. نجدد التحية بكم مع انطلاقة الفترة المسائية مع هجن أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم. ينطلق شوطنا السابع قبل لحظات قليلة والمخصص للقعدان المهجنات الأصائل لسن اللقاية لأصحاب السمو الشيوخ. والمسافة 5 كيلومتر هي الرحلة الحاضرة مع هذه الأسماء وهذه الشعارات. جائزة المركز الأول سيارة تنتظر الفائز مقدمة من السيد عبد الله بن نصيب بن نقيطة العامري، مشكور على هذا الدعم لهذه الرياضة العربية الأصيلة. وشكرا لجميع الزملاء الذين سبقوني بالوصف والتعليق على الأشواط السابقة. وبدوري أتواصل معكم محدثكم متعب بن جبرين الشمري في انطلاقة هذا التحدي وهذا المسار. أتابع البداية وأبحر مع المركز الأول لافان من يتواجد مع مقدمة هذا المسار والمملوك لسمو الشيخ عبد الله بن أحمد المعلى عبد العزيز بن عبد الله بن موسى بن علي من يتواجد في عملية التضمير مع هذا الشعار مع المركز الأول. المركز الثاني برق قادم والمملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فهد بن حصين بن فهد النعيمي من يتواجد في عملية التضمير وينطلق مع المركز الأول. تتغير موازين هذا الشوط. المركز الثاني يتدخل سلوت في هذه اللحظات والمملوك لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع تواجد المحنك سعيد بن راشد بن غدير بحنكته دائما وإبداعاته مع هذا الشعار وينطلق مع المركز الأول. أما المركز الثالث يتدخل هملول في هذه اللحظات والمملوك لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري من يتواجد في عملية التضمير مع المركز الثالث. أما المركز الرابع يتدخل المسك في هذه اللحظات والمملوك لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي الجنتلمان من يتواجد في عملية التضمير والإبداع بهذا المساء الجميل مع هذا الشعار العملاق. أما المركز الرابع المركز الخامس عفوا يتدخل لافان في هذه اللحظات والمملوك لسمو الشيخ عبد الله بن احمد المعلى عبد العزيز بن عبد الله بن موسى بن علي يتواجد مضمرا مع هذا الشعار مع المركز الخامس. اما المركز السادس يتدخل المتحد في هذه اللحظات والمملوك لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفه الحميري من يتواجد مضمرا مع هذا الشعار مع المركز السادس. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء حضورنا الجميل ونداءنا الأول لهذا التحدي وهذا المسار. توجد أسماء خلف المراكز الستة التي ذعناها عليكم وعلى مسامعكم ترقبوها. فالكيلو الأخير كيلو الاختبار والسرعة والإثارة. أعود مع المقدمة أعود مع القيادة مع المركز الأول. لا زال سلهود من يسيطر على المركز الأول بهذا الشعار العملاق شعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع تواجد المحنك دائما سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي من يتواجد في عملية التضمير والإبداع مع هذا الشعار مع المركز الأول. ولكن حذاري من الشعار القادم هملول يا هملول مع المركز الثاني والمملوك لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري من يتواجد مضمرا مع هذا الشعار مع المركز الثاني. أما المركز الثالث المركز
المركز الثالث يتدخل المسك في هذه اللحظات، والمملوك لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغة المزروعية الجنتلمان يتواجد مضمرة مع بشعار مع المركز الثالث، ولكن ينخطف المركز الثالث في هذه اللحظات من هزال. يا سلام، والمملوك لسعاد الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن جاسم الثاني سالم بن مسلم بن جنزول العامري من يتواجد في عملية التضمير وأول نداء لهذا الشعار وينضم إلى المراكز الأولى. أما المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الأعزاء يتدخل شان في هذه اللحظات، والمملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي من يتواجد مضمرا مع هذا الشعار مع المركز الرابع. أما المركز الخامس بدأت الأسماء بالوصول، بدأ الزحف نحو المراكز الأولى، شاهين واصل مع المركز الخامس، والمملوك لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى ناصر بن عبد الله بن ناصر المدهوشي من يتواجد مضمرا مع هذا الشعار مع المركز الخامس. أما المركز السادس قدوم في هذه اللحظات زيدان يا زيدان، والمملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سهيل بن هيام بن سالم العامري من يتواجد مضمرا مع هذا الشعار مع المركز السادس. لوحة الإعلان نفتح أبواب الكيلو في هذه اللحظات. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، جولة الأوامر وجولة التحركات والتكتيكات والإبداعات والسرعة الفائقة. حرك اللي بتحرك، روح يا اللي بتروح. الله الله الله، هملول يا هملول، روح مع الشوط، روح مع المركز الأول مع شعار معالي الشيخ محمد البطي الحامد محمد السعيد بن بروك الحميري من يتواجد مضمرا مع هذا الشعار مع المركز الأول. سلهوت قادم مع المركز الثاني، والمملوك لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد مع التواجد المحنك سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي مضمر مع هذا الشعار مع المركز الثاني. اما المركز الثالث قدوم شان في هذه اللحظات، والمملوك لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن احمد المعلى ناصر بن عبد الله المدهوشي مضمر مع هذا الشعار مع المركز الثالث، ولكن اعود مع المقدمه، اعود مع هملوله. الله هملول يا هملول، هملل جميع المراكز مع هذا الشعار العملاق المميز بهذا المساء الجميل. ونربع هملول تقول زارق سريع على طمان الموج والموج الرفيع. تهانينا تهانينا والناموس والانتصار لمعالي الشيخ محمد المطي الحامد والمضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري على فوز هملول بالمركز الاول واقتناص ناموس هذا المسار. المركز الثاني، المركز الثاني كان وصول سلهود والمملوك لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع تواجد المحنك سعيد بن راشد الغضير مضمرا مع هذا الشعار. اما المركز الثالث كان وصول زيدان والمملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سهيل بن هيام بن سالم العامري مضمرا مع هذا الشعار. اما المركز الرابع كان وصول شاهين والمملوك لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن احمد المعلى ناصر بن عبد الله بن ناصر المدهوشي مضمرا مع هذا الشعار. اما المركز الخامس كان وصول مشاهدينا متابعينا الاعزاء هزال والمملوك لسمو سعاد الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن جاسم الثاني سالم بن مسلم بن قنزول العامري. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الاعزاء للمراكز الاولى، واستطاع هملول بجداره هذا الشعار وتميزه وابداعه دائما. والمملوك والتوقيت الزمني 7:36 9 أجزاء من الثانية توقيت هملول، والمملوك لمعالي الشيخ محمد البطي الحامد تهانينا ناموس وتهانينا المضمر محمد السعيد بن بروك الحميري. المركز الثاني كان وصول مشاهدينا متابعين الأعزاء سلهود والمملوك لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وتهانينا ناموس للمضمر سعيد بن راشد بن غدير كثير المحنك. والتوقيت الزمني اللي حطمه سلهود مشاهدينا متابعين الأعزاء 7:43 7:43 3 أجزاء من الثانية توقيت سلهود مشاهدينا متابعين الأجزاء. أما المركز الثالث كان وصول زيدان والمملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد الراشد المكتوم سهيل بن هيام سالم العامري 7:44 3 أجزاء من الثانية توقيت زيدان مشاهدينا متابعين الأجزاء.